السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ كلشي بخير، هانين في امان الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. ما تنسوناش من الاعجاب والمتابعه. شحال هادي ما درنا شي فيديو. ان شاء الله بحول الله غادي نسافروا اليوم ان شاء الله لروما. غادي تكتشفوا معنا المآثر التاريخيه اللي كاينه في روما، وكذلك اكبر مسجد في اوروبا ان شاء الله. تابعوا معنا هذا الفيديو، هذا نديروا جوله كاملين مجموعين. وشكرا لكم، شكرا، تحياتي لكم. السلام عليكم. وصلنا مع 12 الليل الكامبيجو. كامبيجو كيف ما كتشوفوا معايا الخوت، رحنا بنينا القيطون، واخا حتى يعني وصلنا عيانين، المهم درنا المجهود باش نبنيو باي طريقه. ومهم غادي نحاولوا نعسوا هاد الليله. المهم هاد الكامبيجو من بعد غنعطيكم معلومات عليه. أسعد الله صباحكم الخوت، حنا فقنا الصباح اليوم كنكتشفوا الكامبيجو، كنشوفوا فيه راه يعني كاين فيه مراحيض، كاين الدوش، مهم يعني مناسب، ثمن مناسب، وراه كما كتشوف معايا هاد الدوش، مهم داكشي بسيط، وكاين الكامبيجو اللي احسن من هذا وثمن مناسب، يعني كتخلص القيطون ديالك 10 اورو و اسميتو كتخلص 10 اورو البلاصه ديال الطوموبيل، وكل شخص هو كيخلص 10 اورو ديالو. المهم ثمن مناسب، راه كتلقى ديما كتلقى البلاصه. وبالنسبه للناس اللي بغيو يديروا هاد بحال هكا يمشيو للكامبيجو، لازم يجيبوا ياخذوا معاهم بحال هاد البريز، هذا لازم تاخذوه معاك، لان الا ما جيتيش معاك غادي تكري. المهم غتحتاج كذلك الطابله، راه مهمه، والبويطه ديالك والبرادي اللي كنتي عزيز عليك. تاعي سور روما العظيم، ولكن هنا تجد العربية حاضرة. هنا هذا مأكولات سورية لبنانية، برنامج فني، أجواء عائلية، نزوروا إن شاء الله. هذا سنترو روما، وصلنا الخوت الفونتانا دي تريفي. هاد النافوره هادي راه مصايبه قبل ب 260 سنه باش تصايبت، والمده اللي تصايبت فيها ما بين 1732 حتى 1762، يعني تقريبا شي مده 30 سنه، وهما تينحتوا فيها وجايبين ليها الماء يعني من شي منطقه، يعني مسافه 20 كيلومتر باش جابوا ليها الماء، يعني عندها تاريخ. وكيفاش المهم هاد اللي جا لهنا الروما لازم يزور هاد النافورة هادي، وراه تيلوحو فيها الفلوس باش يحقو الأمنيات ديالهم. المال، المال موجود، اللي بغى يحقق الأمنية ديالو يلوح فلوس هنايا. هادشي اللي تيقولو هما المعتقدات ديالهم، أنك خصك تلوح فلوس اللي عندك، المهم اللي عندك باش تحقق الأمنية ديالك. نرى اللي احنا شي بركة، غنشوفو واش داكشي واش غيصدق ولا ما يصدقش. حتى البشر اليوم الجو مزيان، بنادم الدنيا عامرة.
معلم. سير. القوة الإيطالية تتحرك في روما. الطيارات خلاو غير الدخان هنا، ما داروش ديكور فوق في السماء، خلاو غير الدخان. شو الدنيا كي دايره الدخان. شحال تاع البشر. لقينا الجولة ديالنا في تشينترو ديال روما، وبحمد الله احنا موجهين لأكبر مسجد في أوروبا، كاين هنا في روما. شوفوا معايا الجمال، الورود. غادي نصليو تما الجمعة إن شاء الله، وفي نفس الوقت نصور لكم هذاك المسجد، راه أكبر مسجد في أوروبا كاين في روما. من كان في الدنيا له زهاده فعندها طابت له العباده، أصلح ومن يصلح فماذا يربح، والشيء لا يصلح إن لم يصلح، ما انتفع المرء بمثل عقله. المسجد هو هنايا، وهنايا راه كاين الباركيجو، باركيجوات كاينين هنا موجودين، وهنا راه كاين شي محطة هنا ديال التران ولا شنو هي، المهم راه كاين هنايا كاع سميتو. يبغى شي جي ترونسبور راه كاين هنايا، كاين محطة التران هنايا تيوقف. هاهي تما كاين واحد الكامبو سبورتيفو واقيلا، هنا الناس كطلع للمسجد من هنايا، ومكان الوضوء راه كاين هنايا. جميع الأجناس كيجيو هنايا، الناس السنغال، موريتانيا، مالي، مصريين، توانسة، كلشي كيجي هنا. إخوان توضينا هنايا لتحت، وإن شاء الله غادي نطلعو مع الدروج هادو كاينين الفوق. الحمد لله كتحس بالراحة وإطمأنينة، سبحان الله جو رائع. وباش كيعجبك هذا المسجد هذا، يعني فيه جميع الاجناس، كلشي كيجي هنا، كاين ترونسبور كيجي حتى لهنايا، كيجيو الناس من بعيد كيجيو، وفي رمضان وسميتو كيديروا لهم ترونسبور فابور. تما كاين واحد القاعه، قاعه خاصه بالحفلات والاكل وداكشي والاكرام وافطار جماعي وداكشي، دايرين لهم ليه. ما عرفتش واش كاين شي مدرسه هنا ولا. المهم باش ناخذوا معلومات اكثر، على ما تيظهر ليا كاين شي شويه الاهمال، ولكن راه مسجد كبير كما كتشوفوا معايا، وبفضل من الله سبحانه وتعالى ساهم ايضا في انشاء المسجد والمركز الاسلامي الثقافي ايطاليا في مدينه روما. يعني كاين مساهمين من الاردن، الامارات، باكستان، البحرين، الجزائر، السعوديه، السنغال، السودان، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، اندونيسيا، بروناي، بنغلاديش، تركيا، تونس، عمان، قطر، ليبيا، ماليزيا، مصر، موريتانيا، يعني كلشي ساهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تم انشاء المسجد المركز الاسلامي الثقافي ايطاليا في مدينه روما، على نفقه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية، تضامنا مع إخوانه أبناء الجالية الإسلامية في إيطاليا، وتجسيدا للمبادئ الإسلامية السامية التي تدعو للمحبة والسلام. في نشأ في 23 محرم 1416 موافق 21
شهر 6 1995، في 95 فاش تأسس هذا المسجد وتبنى، يعني راه ما شاء الله. واللي بناه داك الشيء مهندسين ايطاليين كما كتشوفوا معايا، راه كاين شي شويه الاهمال هنايا، يعني بحال اللي خاصو يعني على الاقل واحد التنظيف. ما شاء الله كتحس بالفخر ملي تيكون المسجد بحال هذا الشكل هذا في العاصمه، في العاصمه الايطاليه. سبحان الله. كما كتشوفوا مع هذه الساحه هذه ممكن يصلوا فيها الا كان المسجد عامر. شوفوا المساحه كلها راه كبيره ما شاء الله. كتشوفوا الفوق كاين نساء فوق ما شاء الله كبير بزاف. تشوفوا هنا الفوق تيكون النساء، تطلعوا النساء الفوق، وكذلك هنايا فوق النساء فوق. الحمد لله توفقنا باش نصليو في هذا الجامع هذا، في هذا المسجد هذا. بالنسبه لهذا المسجد هذا كيجيو حتى السواح، حتى السواح والناس يعني من اي مكان كيجي يصلينا. الناس ولا حتى تعال. أشهد أن محمد رسول الله. جماعة الكريم، يا من لبيتم نداء ربكم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلى الله، صلينا خوت، صلينا الجماعة. شوفوا معي المسجد مزيان، صوموا مع سبحان الله. كاين شي شويه الاهمال بالنسبه للناس المسؤولين، واحد النداء يعني على الاقل تشجعوا الناس واحد النهار ولا كوا كيديروا واحد نهار ديال النظافه. ما شاء الله راه فيه حتى لتحت، راه فيه واحد المكان كبير لتحت، وهذا المكان ديال الفوق راه كيفتحوا غير يوم الجمعه وفي رمضان، الا كانت شي مناسبه هي فين كيصليو الفوق. اما راه كاين مكان لتحت كبير عاوتاني. ما شاء الله ما شاء الله، عندو الناس كتهبط من هنايا وكاين عاوتاني هبطه من لهيه. الناس ممكن تهبط من هنا، يعني في واحد المساحة كبيرة كبير كبير بزاف. ربما هذه قاعة خاصة على هذا المكان هذا، اليوم دايرين باش يديروا الحجاب، يشجعوا البنات الصغارات والنساء باش يديروا الحجاب. الحمد لله بعد صلاة الجمعة إن شاء الله غادي نتغداو هنا في واحد ريستوران ألف ليلة وليلة. أوكي، تشي الكباب تشي سير الله كلشي زين. عندهم حتى الحلويات هنا، بقلاوة. ها
Quanti abbiamo parlato? Quasi mezz'ora. C'hai ragione. Mezz'ora. Mezz'ora, nemmeno da quando sei arrivata a Roma è passata. Si era mamma di 4 formaggi, adesso mi interessa rossa.